السلام عليكم ladies and gentlemen, فهد سام in the house, والآن نكمل المسيرة. أنا محظوظ جدا أنا قريت التعليقات وفهمت أشياء كثيرة, أحتاج شوي أركز في نفس الوقت. أنه واحد اللي فهمته من عندكم أنه هذه اللعبة أهرب, ما تحتاج تحارب لأن الرصاصات ما راح تنفع, بالذات مع جاك الأب ومع عائلته. فلا تطلق الرصاصات, دائما أهرب, دائما أطلق أو أضرب بالسكين إذا تلقى فرصة هروب. هذا اللي راح أسويه, معناها يذكرني بنفس Resident Evil الثاني. لا تحارب, لا تضيع رصاصات, ما هي لعبة أكشن. الشيء الثاني, ركز شويتين يا فهد. أوكي, ما سجلت الشيء هذا, بس أنا لقيت اللي زي كيس هنا, وطبعا ومن خلاله لقيت اللي أنا قدرت أعمل لنفسي رصاصات. So that's good. الشيء الثالث, ما أعرف إذا يعتبر حرق ولا لا, بس أنا قريت في التعليقات إنه هذا المسدس فيه بديل أحطه هناك, وبعدين المفروض يعني أقدر أخذ هذا المسدس وأقدر أخرج من هنا. أوكي, طيب هذه المعدات اللي موجودة عندي. Ladies and gentlemen, الآن مكتوب أحصل على رؤوس الكلاب الثلاثة, أحصل على البندقية. البندقية نعرف مكانها هنا, والرؤوس الثلاثة طبعا فوق. وللأسف أنا ما ركزت على الباب اللي جنب الأم, ما أعرف هي الشاشة ولا أنا مش مركز, بس بتصير كثير. أنا بدأت ألاحظ أنه فعلا ما ينفع تلعب بشاشة كبيرة. أنا عندي 65 إنش, العب على الأقل ب 48 إنش, right؟ فما أدري, أنا يمكن دخلت مركز عليها نسيت أنه في باب موجود هنا. غرفة الجدة, الاستجمام والأطفال والحمام. طيب الله يستر. أوكي, let's go. اوكي, هدوء هدوء تام. خلينا نروح لليمين ونشوف ايش ممكن نكتشف. الله يستر, هو المكان والشكل مره قلق. اوه, نسامع حد قاعد يتكلم. هناك اهو. انتم شايفين البنت الام, ما ادري مين قاعده تتكلم. تتكلم نفسها ولا؟ طيب اوكي, خلينا الان اروح لغرفه الاستجمام. خلينا نشوف اذا في احد جوا او شيء. لا انا مو شايف شيء. اوكي طيب, خلينا ننطلق. او لا, لحظه, خلينا ناخذ ذاك الصندوق قبل ما. انا خايف, اوه خايف يكون احد وراي. لا فهد كذا على طول. يب, خلينا على الاختصارات أفضل عشان الحركة تكون أسرع بالنسبة لي. حلو, مسدسات مرة ممتاز. هذا الشيء أوكي, دائما أبغى أشوف ورايا. أوكي, يمكن أعظم حركة الدائرة والأنالوج هذه طبعا. هذه يبغالها مفتاح. نوب. طيب خلينا الآن ندخل لجوه ونشوف. طيب خليني أدخل. أوكي لا, ما عندي بوابات. الباب الوحيد اللي هو في باب ثاني. أوكي خلينا نروح للحمام الله يكرمكم, بعدين نتوجه لغرفة الاستجمام. خلينا نكتشف وندور هذا الشيء اللي أنا أخذته منكم, ويبغالي أركز, يبغالي أعرف, أحتاج أرتاح, أخذ وقتي. أوكي it's fine, على أساس ما أقعد أنسى شيء ولا حاجة وأندم عليها بعدين. مرة ممتاز. طيب حلو, الآن صار عندي الشيء ده. على حد علمي أقدر أقدر أسوي لي أعشاب, وأقدر إيش كمان. أوكي خلينا أسوي لي علاج. أوكي طيب سوينا لنا علاج. طيب بسم الله يا ولد. أوه ما أقدر أنزل من هنا؟ هل أقدر أنزل من هنا ولا لك؟ أوه نزلت. أنا وين رحت؟ لا تقول لي رجعت من أول. والله إنك فنطل يا فهد. والله رجعت من أول. أوكي الآن حنروح إلى وين حنروح؟ خلينا نشوف غرفة الأطفال إذا أقدر أدخل. لا برضه هذه بها مفتاح. ايش الغرفة دي؟ اوكي هذا الغرفة اللي كنا اوكي دائما ننتبه. اوكي دائما ننتبه. حلو, يبدو لي انه ما في احد. اوكي المكان ما
ماني سامع اي صوت او اي شيء، خلينا نكتشف المكان. حلو، بارود. اوكي، هذا كتاب. خلينا نشوف، هذا ممكن يكون العنب الصودا يا ولد. طيب يجي، ممتاز، حلو. اوكي طيب، خلينا نكتشف ايش فيه كمان. خلينا نقرا نشوف ايش مكتوب هنا بالضبط وبعدين نرجع. اوكي، ما هو شيء مهم. حلو، مكتوب مرتي. طيب حلو، ممتاز. قبل ما تشغل الشريط خلينا ألف المكان كويس أشوف إذا في شيء أنا ممكن أخذه. حلو، فكناه من الجهة الثانية. طيب مرة كويس، خلينا أقرأ الرسالة هذه. مارغريت، طلب من مرته أنها تقبض على الهبي. ما أعرف يقصده أنا ولا يقصده أحد ثاني. أوكي حلو، مرة كويس، مرة كويس. طيب حلو، اوكي معلش اذا كان لعبي وطي يا جماعة الخير، بس انا على قولتهم يعني ما في طريقة. طيب افتح الشيء ذا. اوكي كذا لفيت المكان كويس. لحظة، انا لازم الف مرة كويس قبل ما اشغل الشريط. اعتقد يا جماعة الخير هات كل شيء انا، صح؟ يب، اخذت كل حاجه. طيب خلينا نشغل الشريط الان. اوكي ايثان بليز واتش ذس. هذه من ميا. اوكي هذه مرتي. ايثان if you find this I know I can't expect anything from you. Not after what happened, after what I did. But I just want you to know that wasn't me. I don't know what happened. There's so much that you need to know. There you are! You gave us quite a scare, young lady. Oh, أنا بلعب بيها. اوكي أنا قاعد ألعب فيها. أنا قاعد ألعب بمية. أوف. أوكي باي. هاي العلب القلق. I fail. Yo-ho! I am sick and tired. Sick and tired of your bullshit. I need to hide. I need to hide. Why are you putting me through this? What have I done to deserve this except open my home and feed you? And you at all. This is a gift. Okay, let's go. Let's go. Woo. This house has seen more than you can imagine. And it knows. Just don't understand. Or is it that you just I know you and Zoe are plotting. I know you were scared. Okay, damn. You think
I don't know what you want to do with that boy, Ethan. Oof. What happened? Okay. Don't be so bad. ما اعتقد اقدر استخدمها. No, don't come over here. اوف. لا لا. Let's go. وين المفروض اروح؟ يا ولد. انا وين المفروض اروح؟ I'll feed you to my babies and fertilize the garden with what was left. اوف. انا وين المفروض اروح؟ يا ولد. اوكي انا مش عارف ايش المفروض اسوي يعني. ما عندي اوبشن الا اروح لهناك يعني. ما عندي اوبشن ثاني. اوكي هذا اللي المفروض ذكرتني بنفس ال اوكي طيب خلينا نحل الشيء ده. اسي اوكي طيب كيف دحين انت خلينا نحل الشيء ده. اي اوكي حلو 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 فتح لنا باب. اوكي طيب يبغالي انا اسوي نفس الشيء دحين. اوكي لا تقول لي حتجي يدها تدخل دحين من الجهه دي. Come here little girl. والله ما استبعد يجي هجوم فجأة كده. لا لا أنا ما أحب الظلام. لا الظلام هذا ما ينفع. أوكي طيب حلو أوكي let's go. She loves you. She wants us to be a family. God damn it. You. All you have to do is accept her fucking gift. مجنونة دي ولا؟ اوكي. يبدو انه جزء من شيء. مين هذيلا؟ اوكي ايش اللي صار؟ اوكي انا والله ما ادري ايش Where do you think you're going?
اوف. Ethan, please help me. Ethan, help me. Damn. Okay. Wow. What did they do to you, Mia? يا ساتر. طيب اوكي الان خليني احط هذاك ال لحظه وين المفروض اروح. طيب برجع الراس وبعدين نروح للحمام الله يكرمكم. اوكي نحط الراس الثاني هنا الان. نايس. مشكله ما اقدر اضرب هذه. الحين نروح للحمام الله يكرمكم. الصوت ولا انا سامع لحالي؟ سمعت الصوت ولا انا لحالي اللي سامع؟ حلو. هذا الشريط هذا انا ما ابغاه، كيف دحين؟ مش قادر اتخلص منه انا. طيب هنروح الحمام. اوكي. نايس. هذه العملات قلتوا لي لها علاقة في أسلحة ما أسلحة. مرة ممتاز. مرة ممتاز. حلو دائما نبغى الرصاصات احنا. خليني بس أدور كويس. أوكي. أوكي. إن شاء الله شيء. تمثال خشبي. اوكي طيب صار في عندنا التمثال ده. ايوه اعتقد هذا اللي المفروض احطه عند البروجيكتور ويفتح لنا باب سري يصير زي حق 100. اوكي طيب مره نايس مره حلو. طيب خلينا بالسكين دحين. اوكي نروح دحين نروح نفتح ذاك. God damn! Well, girl has given us a gift. Well. As you can see. إيش اللعبة اللي تجيب هارد أتاك؟ Well. إيش اللعبة الغير جيدة هذه؟ أما هذا حقه اللي يلحق فيه ده. يا الله. طب كيف كده يا عيال؟ طب هذا لازم أنا ألخبطه كده أساس نهرب من عنده. لازم ألخبطه هذا دحين لأنه حقه اللي يلحق ده ما راح يوقف ده. وين راح ذا؟ إلا عن شكله يا شيخ فجع أهلي. هذا ما مات يا إخوان. God damn. وين راح ذا؟ طيب كيف النظام يا إخوان؟ دحين ده أنا أقدر أقتله شيء. والله أقول لك فهد والله ما في الا نروح. لا خاف يكون موجود في اللفة يا شيخ. ايه ما استبعد انه يكون في اللفة موجود. لا تقول لي اصلا ما جاني هو. وين راح؟
Ethan. شوف اهو ده حمار ده ولا بلا ما شافني ده. اوكي مو شايفني. Don't be scared. شافني؟ شافني يا الله. اوف. لا 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 يا الله هذا ما حسيبني في حالي. اوف كيف دحين نتخلص من ذا؟ It's over boy. يا الله ذا مزعج. كيف دحين؟ It won't be long before I find you and kill you. If I find you, I kill you. Okay. Study. Come out, wherever you are. يا جماعة طيب كده حتطول اللعبة، أنا ما أدري إيش الحل مع ذا الحين. طيب حلو. No way out, you know. أسيبه يطلع فوق يعني ولا شيء؟ طيب إيش الفائدة كده؟ حتصير اللعبة مملة يعني ما حنخلص. Here, piggy. أوكي. الصوت باين على اليسار. فوقي صار. اوكي طيب مشكلة ما حستفيد انا اقعد طخطخ عليه. يا الله منك. طيب ايش الفائدة يعني؟ كيف دحين اوخر من عنده هذا؟ حسبي الله عليه هذا. حسبي الله ونعم الوكيل. اوكي ليتس جو. ما اقدر. يا اخوان ايش اللعبة الغبية ذي؟
حسبي الله ونعم الوكيل. ما حتصير ممتع كذا ترى، ما يا تقاتلوا يا خلاص. صار ده زي مستر اكس. I'm out to you. بسرعة 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 بسرعة. حلو 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 حلو. دايم أحس مرة طولنا يا أخي. إي والله مرة طولنا. أوف دايم مرة طولنا يا ولد. الله ياخذ هذا. اسمه جاك هذا. Who builds this shit? والله هو بيلز ذي شيت فعلا. يا والله بجد واحد فاضي. اي والله هو بيلز ذي شيت. اوكي طيب انا وين بالضبط؟ او انا دخلت مكان جديد. اوكي خلينا ندور الان. حلو خدنا رصاصات. خلينا نشوف ندور في المكان بشكل سريع جدا. استخدام منبهات نفسية للعثور على عناصر. وات دواء يشد الحواس مؤقتا بما يجعل الكشف عن العناصر أسهل. أوكي حلو مرة كويس. حلو مرة ممتاز. حلو مرة ممتاز يا ولد. طيب الآن what we can do، نقدر نعمل كده ونعمل دواء. That's beautiful. نقدر برضو نعمل what. حلو طيب الآن قبل أن نستعجل. حلو مرة كويس. هذا الشيء مو شغال. اوكي طيب في عندنا باب هناك. لفة أخيرة قبل ما نروح لأي مكان عشان أتأكد إن أخذت كل حاجة عشان ما تقول يا فهد قدام عينك يا فهد كيف ما شفته. الله ياخذك. صدق والله عيال ما شفته. اي والله اي والله اني قرفت من المطارد حق الجاك هذا. مو انا كاني رجعت لمكان كنت فيه؟ او لا 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 ما رجعت صح. اوكي لا تقول لي هذه، لا تقولوا لي هذه بالنصوص. لا يمكن. طيب كيف نفتح الشيء ذا؟ استخدم ذا الشيء يعني مثلا. طيب خلينا ليش نركز. يبدو ان من رسمها طفلة. خليني اقرا الرسالة ممكن نستفيد منها وشيء. اوكي الزوج وز... اوكي اوكي انا بس بتاكد ان دورت على كل حاجة. اوكي ذاتس بيوتيفول. لا تقول لي فيها واحدة من التمثال ولا أنا غلطان؟ لا تقول لي راح أجيب حق الحريق وأقعد أحرقهم بعدين أخذ التمثال وكذا صح؟ شكلها كذا إيه. حاسس إنها حلو حلو. طيب طيب يا أخوان طيب. أوكي شكلنا حنرجع
ندخل من هنا. يا ساتر، اوف اوف على المكان الغريب هذا. يا ساتر. ول 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 اوف 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 اوف. ها الدير، خش خش. ول 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 The hell? Damn! Oof! بس والله يا اخوان انا اسف، لا تزعلوا مني، والله الطلق مره سيء، مره سيء. اي والله، اي والله الطلق سيء، بس قاعد ديم. شو اللي صار في البيت هذا؟ اوكي، هذا اللي يموتوا، بس هو اللي ما بيموت جاك. ها اوكي اوكي، بي كيرفول. مقفل هذا، حيوديني لوين؟ انتبه من الطيق، انتبه من الطيق، انتبه لا يفجعوك. باب جيك فجأة دحين، يا ننزل يا من فوق. خلينا نشوف دي اللي فوق. ها حلو، عندنا مكان حفظ مرة ممتاز، مرة يجي. اوكي طيب، خلينا نحط العملات. حلو، خلينا نحط الشريط، ما احتاجه. مفتاح السيارة، خلينا نحط مفتاح السيارة. طيب اوكي، مرة كويس. ايش الشيء هذا؟ عزيزي. اوكي خلينا اشوف، ابغى المفتاح. لو خلينا نحفظ ونرجع. اوكي حفظنا الجيم، اوكي نكمل المسيرة. اوف اوكي، احنا لسه هذا كله، وانا لسه ابغى ادور لي على، اوكي مكتوب احصل على البندقية، احصل على راس الكلب من غرفة التشريح. اوكي لقيناها، اوكي احصل على البندقية. طيب يا ساتر، هذا مكان جديد. طيب حلو، الحلو في الموضوع انه هذاك نقدر نقتل، يعني انه لو ما بيموت مشكلة. مغلق. لا يا فهد لا تعودنا كذا، دائما كذا. ايوه كذا يا فهد، حلو. اوكي okay. فهد احنا حفظنا اللعبه، اتس فاين، ليتس دو ذس. اوكي ول، يا راد ايش المكان المقرف المخيف المرعب هذا؟ اوكي okay. انتبه انتبه يا فهد، انتبه. اوكي فوق تحت يمين يسار. فهد امشي معك المتابع، انتبه، شوف حيجيك واحد هنا يفجعك، انتبه. I got you baby, I got you baby, I got you baby, I got you. Hey, woo, woo. والله don't mess with me boy. Hey, you're my son now. والله مرة don't mess with me. خلاص عارفين حركاتهم، ايوه عارفين الحركات حقتهم. ها لحظة لحظة، انا سامع صوت، سامع صوت،
هو جاي من هنا الصوت هذا. ايوه دم نسمه. حلو. شايف كيف؟ شايف كيف؟ ايوه دم مسود مي خلاص. انت الان صرت تلعب مع واحد محترف. فهد سال ان ذا هاوس بيبي. فهد سال ان ذا هاوس. طيب اوكي فهد انت مره استعجلت يا ولد. الرصاصات خلصت. حلو انا ما اعرف كيف حنستفيد من الشيء ده. اوكي يبغالنا شيء. يبغالنا رصاصات. اي والله انا حاسس انه في مقلب. شلون حركات رزنت ايفل حيطلع واحد فهد حيطلع واحد لا تنفجع. اوكي ايوه شايف كيف. اوكي ارجع خلاص قفل ابو ايش فيك لا تولف. يطلع واحد. طيب ايش استفدنا دحين من هذا كله؟ لارا يا ولد ما استفدنا هذا مقفل. طب انا ايش استفدت اني جيت هنا يعني؟ عشان بس اخذ البارود يعني ولا؟ اوكي نيفر مايند يلا نروح 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 ما اعتقد في شيء. انا دحين خوفي ان الرصاصات كلها ودعت. خلصنا الرصاصات. حلو حلو نقدر نقتلهم بالسكين عادي عادي. السكين طاخ 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 طاخ. حنجلد. مقفل. فهد عود نفسك كذا دائرة يا فهد. طيب هذا المكان خطير لأنه للأسف أنا ما عندي رصاصات. بديت ألاحظ أنه فجرت يده فأنا فكرت لما أفكر فيها أنه ذاك الوحش لو أنا أطلقه على رجله ممكن أعيقه بدل ما نقتله. يا فهد الله عليك فهد. فهد انتبه لأنه حيجيك واحد من هناك يفجعك لا تنفجع. أوكي إيش الصوت اللي طلع؟ إيش الصوت اللي طلع؟ فهد انتبه. شايف كيف؟ شايف كيف يا فهد؟ طيب خلينا نجرب نضربه في رجله نشوف إذا النظرية صحيحة ولا لا. إيش السفد؟ الله لم تنجح لم تنجح. لازم لازم سلاح ضروري سلاح. اوكي ليتس جو. يا واد محتاج رصاصات محتاج رصاصات محتاجين رصاصات محتاجين رصاصات. طيب انا حدخل هنا بس بجمع له اشوف له رصاصات وبعدين برجع لهذاك الثاني. مره كويس. حلو كويس. مره كويس.
كويس. اوكي خليني اروح ارجع لهذه لهذاك. حلو. اوه لا تفجعني. حلو هذا الضربات اللي في الراس بيموت على طول، بس اللهم انه يكون في راسه يعني. اي شوف حنجلده حنجلده، ما عليك ما عليكم حنجلده كما جلدنا. شايف كيف؟ 3 ضربات تقريبا جيم اوفر. اوف اوف ايوه 3 رصاصات يا فهد يلا. لا لا عادي 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 يصير 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 يا فهد. اوكي شايف؟ حلو لا لا عادي 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 يصير فهد فهد عادي. شايف كيف؟ 3 رصاصات جيم اوفر بيبي جيم اوفر. شوف بالله حسبي الله ونعم الوكيل على هذا. اها هلا 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 تعال ايش فيك خايف تعال تعال. اوه لا لا هذا 1 ها اوكي 2 3 اوكي معليش معليش المفروض تجي في راسه هي المفروض تجي في راسه يا ولد. احنا قلنا يا ابني موت صراحة ما كان في حل ثاني والله خلاص ما كان في حل ثاني يا عيال. اوكي اخضر طب حلو كويس. اوف بس خسرت عليه رصاصات. طب حلو انا وين بالضبط موجود؟ اوكي خلينا ننتبه. يا ابن الحلال ايش فيهم هذيلا؟ ايش فيهم هذيلا ما يخلصوا؟ ووهو! والله حط رجلك حط رجلك حط رجلك ول وف. اوكي خليني اروح اديك الجهه الثانيه. اي والله طيب خلينا نكون موجودين هنا. حلو مفتاح عقرب. هذا المفتاح حق ايش هذا بالضبط؟ هذا المفتاح حق ايش بالضبط؟ اه لا تقول لي هذا المفتاح حق البوابات دي اللي مش راضي تفتح البوابات الغريبه دي. اوكي خلينا نشوف اذا في اشياء نقدر ناخذها اسلحه. اه صوره كنز. اوكي حلو ذاتس بيوتيفول. حلو طيب الان ايش اخذت انا؟ اخذت صوره كنز. Look, I had something nice here. Try to find it if you can. Hello. Bye. مرة كويس. أنا أحتاج دحين أعمل لي رصاصات. يب. هي الرصاصات اللي حنحتاجها. هذا الباب يفك. حلو. مع انه نفسي صراحة انا اروح ذيك الجهة اللي فيها الوحوش بس انا خايف انه انا ما انجز. ممتاز ممتاز حلو خلينا نجي العقرب. اوه اه لا هذا سنيك. اه اوكي يعني ما في الا ذيك الجهة اللي فيها هذولاك الغثيثين. طيب يلا ما في الا كذا فهد يلا ايش نسوي؟
لا 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 يا أخي لا يا أخي. التكنيس حق اللعبة كلب مرة مو جيد. آسف يا أخي. هنا أنا حختلف مع المتابعين وبقوة، يعني للأسف لا نتفق معكم. التقنيص ما هو جيد، مرة ما هو جيد. خلاص اعترف هذا خطأ في اللعبة ولا مشكلة. يا الله حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم. التقنيص كلب كلب. لا حد يكتب لي تحت في مكان التعليقات ترى هي هو هذا جو اللعب ترى. لا سيء 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 سيء. اي والله من دحين بقى معليه لا حد يزعل. مرة سيء. خريطة. شايفين كيف انا ما راح احط الخريطة؟ انزل انزل والله لاجل دهر. انا خلاص ولفت ولفت ولفت. تعال تعال تعال. خلاص فهد سال عصب ترى وصلت معاي انا خلاص. ايوه اثنين ورا بعض اثنين ورا بعض. اي يا فهد اثنين ورا بعض. اوكي حلو. يلا ثاني. يلا تعال تعال. اين انت؟ تعال تعال نوريك الاحتراف مع ال... ووو يا سال هيد شوت بوي. اظل شوف انا تحمس شويتين بس برضو يعتبر طلق ابو كلب. لكن anyways يعتبر طلق ابو كلب بس يلا مشي حالك. يلا عادي 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 يا ابو فهد عادي يا ابو سال عادي. خلينا نجمع رصاصات ونجمع لنا شغلات. ايش اخذنا؟ اخذنا مفتاح، اخذنا اشياء، واخذنا ما اعرف ايش. والان خلينا ناخذ لنا هذا الاسعاف الجميل. خلينا نشوف اذا نقدر نعمل له دمج مع اي شيء. نو اوكي طيب. يلا يا ابو سعد انتبه لنا. فجعني حقيقه فجعني. يلا بس عادي عادي. ايش تبغى قول لي ايش تبغى. ها قول لي ايش تبغى. ها قول لي ودي وان ديل اعلى. اوف والله مره طول. حلو طول. هو صراحه طول اعترف طول. But it's okay it happens. المشكلة حيطلع كذا واحد. وين هذا؟ يا الله لسه باقي واحد. الله حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل عليهم ذيلا. ول اوف ها
في الا نجرهم ونهرب، ما في الا كذا. اي والله ما في الا كذا يا ولد. اي والله خليني اعالج نفسي، ما ينفع ما ينفع، خليني اعالج نفسي. اوكي كذا صار لون عندي، اوكي لا بس. لا تقول لي يرجعوا تاني مرة. وين راحوا؟ وين راحوا ذيلا؟ والله أقول لك شكلي ما في إلا حط رجلي وأطلع من هناك. أقول لك خليني كمان أخذ واحدة. اجري. واو كيف دحين ايش الحل؟ اوف طب ايش الحل دحين؟ خلاص كده خلصت الرصاصات. ما الحل يا فهد؟ طب ايش الحل؟ يعني هنسحب يعني ولا كيف؟ مشكلة الباب ده مقفل. والباب اللي تحت مقفل. اوف. هذاك يبغاله مفتاح. طيب ايش المفتاح اللي المفروض نحصله؟ يا فهد، منك يا فهد، منك يا فهد. طيب ايش الحل الان؟ انا متورط ما اعرف ايش اسوي. يا فهد. طيب يا اخوان محتاجين مساعدة. مغلق من الجهة الأخرى. مغلق. طيب إيش الفائدة مني الحين؟ هذه مكتوب عليها تمارا. اوكي طيب ايش المفروض اسوي الحين يا اخوان؟ متورط والله ما اعرف ايش اسوي الحين. يمكن ما احتاج اصلا اكون موجود تحت هناك. خليني احفظ الجيم. يا اخوان حقدر افتح ذاك الباب؟ او لا ما حقدر. الا حقدر صح. ايوه صح عندي المفتاح. ايوه صح يا واد اصلي عليك. ايوه بيجي
بس باقي دحين رأس واحد. في ذاك الغثيث. طيب يا اخوان ايش الحل الان دحين؟ ما الحل؟ خلينا افكر. لا مش في الامدادات ولا اي حاجه. اوكي طيب طيب يا جماعة الخير خلينا أوقف اللعبة هنا بالضبط وانتظر تعليقاتكم. أنا صراحة ما أدري شو المفروض يصير، لأنه أنا قاعد أفكر أنه لو نزلت غرفة المرجل اسمها دي اللي تحت هي اللي ما أدري شو الحل صراحة. يعني إذا مو هذه الغرفة وين حروح؟ عندك ورشة العمل مقفلة واللي عند المحرقة هذيك ما طيب لحظة قبل ما نختم خلينا أروح أجرب، خلينا بجرب شيء. جرب بشوف. طيب جربنا من هنا المحرقة دخلناها ورشة العمل. اوكي ضخ بعدين من هناك. هذيك مقفلة. اوكي اوكي طيب انا ما استفدت شيء صراحة. عموما اوكي خلينا نوقف اللعبة هنا لانه صراحة ضيعت، ما اعرف ايش المفروض يصير. راح اقرا وانتظر تعليقاتكم تحت. Ladies and gentlemen اتمنى كانت مشاهدة ممتعة. انا فهد سال. Oh my goodness نشوفكم ان شاء الله على خير. Peace out.